بعد 3 سنوات من الإغلاق، اتفقت الحكومة الأردنية مع الحكومة العراقية على إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي عقب اجتماع جرى بين الطرفين على الحدود بينهما، حيث أصدر الجانبان بياناً مشتركاً أعلنا فيه توقيع العديد من الاتفاقيات في شتى المجالات. قبل أقل من شهر وضعنا قائمة طموحة، وكلنا كنا نعتقد أنها طموحة وليست سهلة للوصول ضمن لترجمتها إلى اتفاقيات ضمن الفترة اللي وضعناها لنفسنا، ولكن أثبتنا معا بمعيتكم أن الطريق الصعب ليس مستحيلا إذا توفرت الإرادة، والحمد لله الإرادة كانت متوفرة لدى فريقكم وفريقنا، وما تم إنجازه إن شاء الله سيلمس المواطن العراقي بشكل مباشر وسيلمس المواطن الأردني، لأن هذه الاتفاقيات كل واحدة فيهم تحقق مكاسب للطرفين. الجانبان اتفقا على تزويد الأردن 10,000 برميل نفط من العراق بأسعار تفضيلية، وإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين البلدين، وتزويد الجانب العراقي بالكهرباء، وإعفاء قائمة سلع أردنية من الرسوم الجمركية، وإعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من الرسوم بنسبة 75%. نحن عازمون في السير قدما في هذا المشروع الكبير الذي فيه مصلحة الشعبين والبلدين، والذي نأمل أن لا يكون فعلا سوى الخطوة الأولى في مسار طويل وعميق بين البلدين. كما ذكرتم، نحن شعب واحد في بلدين، وبلد واحد وبلدان في قلب واحد. هذا تعبير جميل، وفعلا العراق والأردن على مدى التاريخ كان هكذا وسيبقيان هكذا، ولا عيش لأحدهما بدون الآخر. الحكومتان توافقتا أيضا على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ المالية المطلوبة من كلا الطرفين، وتشكيل فريق مشترك للوصول إلى صيغة توافقية، مؤكدين على ضرورة فتح المجال لتبادل الخبرات فيما بينهما في شتى المجالات.